بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وبرنامج الرأي الآخر. في مستهل الحديث، افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس عددا من المشروعات عبر الفيديو كونفرنس بمحافظة الإسكندرية، من بينها المرحلة الثانية من مشروع بشائر الخير 2 ووصلة المعمورة أبو قير. كما شدد في خلال خطابه امس على ضرورة التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وكيفية معاقبة كل متعدي على الأراضي الزراعية. كما شدد أيضا في خطابه أمس على التزام كل محافظ في المحافظة بضرورة التصدي لمخالفات البناء والأراضي الزراعية، وإلا يقدم كل محافظ استقالته من منصبه. أيضا أحب طبعا أن أشيد طبعا بدور الداخلية، أجهزة المعلومات، قطاع الأمن الوطني في التصدي طبعا للبؤر الإجرامية والأعمال الإرهابية، وأخيرا طبعا وليس مؤخرا القبض طبعا على القيادي والإخواني عزت محمود، مختبئا طبعا محمود عزت مختبئا طبعا بأحد التجمعات وأحد العمارة السكانية بالتجمع الخامس. أيضا برضو تبدأ اليوم فعاليات طبعا مكاتب التنسيق والقبول بالجامعات، المرحلة الأولى من التنسيق، وإن شاء الله بعد قليل يعني في تمام الساعة 12:30 طبعا مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار داخل مبنى وزارة الإعلام لتداعي فعاليات مرحلة التنسيق الأولى بالقبول بالجامعات. أيضا أحب أن أنا أبدأ بنعي ينعي المستشار محمد عبد النبي عمارة المرشح مجلس نواب 2020 على المصريين المقيمين في الخارج، الأستاذة ميرفت خليل أمين عام الاتحاد العام المصريين في لندن. كما ينعي عائلة سرحان بأبو حمص في وفاة المرحوم الحاج سامي سرحان. أيضا ببالغ من الحزن والأسى نتقدم بالتعازي إلى كل عائلة آل مسلم وآل خضر بالشاولة عرابة أبو كريشة في وفاة الحاجة أم فاروق حرم أحمد عبد العاطي. أرحب مبدئيا وأولا بالزميلة طبعا والصديقة والإعلامية بسنت السيد، مقدمة برنامج حواديت بالصحة والجمال، اتفضلي. أهلا بيك. صباح الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجنا الرأي الآخر. النهاردة هنتكلم في موضوعات تهمكم جدا، هنتكلم عن الانتخابات وقانون التصالح وقانون الإيجار والتشريعات الجديدة مع ضيوفنا الكرام في حلقة النهاردة. أرحب أولا بالسيد اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج الأسبق ومساعد مدير أمن كفر الشيخ الأسبق وعضو لجنة المصالحات العليا بالأزهر الشريف والخبير الأمني والمحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وصباح الصحة والجمال. وبنرحب بالمستشار أحمد أبو المعاطي جمعة المحامي بالنقد والدستورية العليا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بخير. صباح سعيد ان شاء الله. اول سؤال اطرحه على سياده اللواء خالد، رساله شكر وطمأنين الى اهالي محافظه قنا في خوضك الانتخابات السابقه لمجلس الشيوخ، تفضل سياده اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين. انا برحب بحضراتكم في قناه الصحه والجمال، بعتبرها قناه يعني تحتي حاليا، قناة بتستضيفني أكتر من مرة وده شيء بيسعدني، ذات نسبة مشاهدة عالية جدا. وبرحب بالأخت بسنت كمذيعة معانا النهاردة في الحلقة، وأحمد عبد المعاضي طبعا صح المذيع اللامع والقدير الأستاذ أسعد الأخ الفاضل. الله يخليك ست لك. زي حضرتك أنت زي ما أشرت في البداية كده، رسالة نقول رسالة شكر لربنا عز وجل إنه من على مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي. الافتتاحات كانت امبارح ديت، والمشروعات القومية اللي تم افتتاحها امبارح وغيرها وغيرها عبر السنين الماضية دي عايزة 40-50 سنة حقيقة. والحقيقة يعني موضوع خطة تنمية نتمنى ربنا يطول في عمر حضرته كده لغاية ما ينفذها تنفيذ كامل، وأناشد جميع العاملين في جمهورية مصر العربية من هذه القناة يقفوا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي فترة ذهبية لمصر. يكفينا حضرتك امبارح الصوامع، كون ان يبقى عندك انت مخزون استراتيجي للقمح على مدار سنه كامله على مستوى المحافظات كلها. احنا عندنا صوامع برضو، مشروع صوامع في المرشده في قنا نفس المشروع تقريبا،
دايما ابدا كان في مثل يقول لك اللي يضمن يعني معاك اكلك تضمن حريتك. دي حقيقه. كان دايما في قبل الاستاذ عبد الناصر فتاح السيسي كنا بنبقى في حيره من استيراد القمح، في حيره من ما عندناش فلوس. الحمد لله مصر بتعيش اسهل عصورها، وبرضه بنضيف حضرتك برضه الشكر والتقدير للامن والاجهزه الامنيه على القبض على محمود عزت الراس المدبر للاخوان المسلمين. ودي رساله للعالم كله، الامن في مصر مستمر وسيستمر. من 2011 حتى الان مصر عبرت الحمد لله منطلق في جميع الجهات وامها الامن. لو اتكلمنا عن الانتخابات ورساله طمانينه لمحافظه قنا، كون يكون في انتخابات في مصر، جمهوريه مصر العربيه في هذه الفتره، والدول العربيه المحيطه بينا بالكامل شايفين حالها ايه. الدوله الوحيده اللي في الدول العربيه اللي واقفه صامده على رجليها وبتنفذ سياسه معينه، وزي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استحقاقات دستوريه بتتم، زي ما سالت مداح بالدستور وانتخابات الرئاسه ومجلس الشعب 2015 ومجلس الشيوخ 2020 وفي بعد كده مجلس النواب 2020 وبعدين ان شاء الله يبقى في محليات. ده معناها ان مصر صح، ماشي صح، خطوه صح. طيب استاذ سياده اللواء خالد، مداخله تليفونيه، الدكتور احمد عزيز رئيس جامعه سوهاج، اتفضل يا دكتور. الو صباح الخير. صباح النور يا فندم. انا معايا الدكتور، بس اسال حضرتك سؤال. استعدادات جامعه سوهاج ومكاتب التنسيق والقبول للقبول بالكليات والجامعات. الهيئه الجامعه مستعده بشكل كويس جدا للتنسيق. احنا جهزنا عندنا في 9 معامل كمبيوتر مجهزه، عندنا اكثر من 220 جهاز كمبيوتر جديد موجود في المعامل دي علشان التنسيق. بدانا استقبال طلاب المرحله الاولى من 5 ايام، طبعا النهارده هي انتهت المحاوله امبارح، النهارده ان شاء الله طالع نتيجه المحاوله الاولى وهنبدا في المرحله الثانيه. عندنا فريق من شبكة المعلومات موجود داخل معامل الكمبيوتر بيساعد الطلاب. الهيئة رعاية الشباب الكلية مجهزة استقبال من باب الجامعة من قدام للطلاب وأولياء الأمور علشان ترشدهم لأماكن المعامل. في إجراءات احترازية يعني قوية جدا، من قياس درجات الحرارة، من التأكد من توافر الكمامات. الكمامات موجودة من الجامعة، من إنتاج الجامعة، موجودة في الجامعه علشان لو اي حد محتاج كمامات يبقى هي موجوده. في تباعد ما بين اجهزه الكمبيوتر علشان برضو نحمي اولادنا واولياء امورهم الموجودين معانا في الجامعه. الجامعه هي مساعده بشكل كويس جدا والحمد لله الامور ماشيه. هنبدا المرحله الثانيه ان شاء الله اكبر من النهارده، ثم المرحله الثالثه وهكذا. فالحقيقه اللي احنا عندنا دلوقتي اكثر من 500 طالب يعني تم دعمهم في المرحله الاولى علشان يلتحقوا في الجامعه، والناس عندها ثقه كبيره جدا طبعا في الجامعه، وفي هتبقى تتواجد داخل الجامعه بمساعده مهندسين في الجامعه واساتذه في الجامعه. في معسكر كمان طلابي عاملاها فرق جواله للطلبه يرشدوا الطلبه الجدد على كليات الجامعه المتاحه وعلى امكانيات الكليات. في حقيقه استقبال حتى بالورد والزهور وموسيقى برضه، يعني في جو فعلا جو طيب جدا لاستقبال طلابنا وابنائنا طلاب الثانويه العامه الموجودين بينسقوا داخل الجامعة. أشكر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، المستشار العلمي لمحافظة سوهاج، رائد طفرة التعليم في جامعة سوهاج. شكرا معانا الدكتور. سيادة المستشار، أحب أسأل حضرتك بالنسبة لقانون التصالح، بالنسبة للناس اللي اشتروا وحدة من عقار، هل بتكون الغرامة على الحاجة المخالفة دي بيدفعها صاحب الوحدة نفسه ولا الشخص اللي اشترى العقار من الوحدة؟ يعني بداية قبل الإجابة على السؤال، يعني برضو أوجه تنويه بسيط، لأن القيادة الرئاسية قيادة الزعيم ربنا يطول عمره عبد الفتاح السيسي واخد الموضوع جد، موضوع التصالح وموضوع حماية الأرض الزراعية وموضوع حماية أملاك الدولة، الموضوع موضوع جد ما فيش فيه هزار. فأرجو من كل مواطن يقدم على الشراء أو يقدم على البناء يخلي باله، لازم تصريح البناء ينظر إليه أولا وأخيرا في كل عملية بناء،
حتى ولو طوبه واحده هتتبنى لازم يبقى فيها تصريح بمباني عشان خاطر يعني ما الخطوات اللي يعملوها عشان ما نتعرضش عشان بعد كده للإذان. اما في سؤال معاليكي فيما يخص سؤال الخاص بمعاليكي، ما وهو مدى مسؤوليه مشتري الوحده المخالفه عن اجراءات التصرف؟ المساله واضحه وصريحه وفيها كثير من الاقوال، وبنقول ان المالك الباني المخالف هو الذي يقع عليه عبء مثل هذا الامر، ولكن لان الوحده تحت ايد المشتري فبيتم التنفيذ، هيتم التنفيذ جبرا على هذه الوحدات. والمساله لازم من مسؤوليه تضامنيه بين المشتري وبين الراجل المخالف، لان انا برضو انا لما رحت اشتريت مخالف انا اعتبر انا اشتركت في الجرم هنا، لان انا اشتريت حاجه مخالفه. لكن في الصيحات اللي تمت يعني كان في بعض التساهل، وبعدين القانون بيرتد باثر الولايات عشان خاطر يبقى فيه مسؤوليه، لكن المسؤوليه ستقع في العبء الاكبر على الباني المخالف او المالك المخالف، لان مش كل واحد بنى يبقى هو مالك، لا، في ناس بنت بالتوكيل، في ناس بنت كحق انتفاع، في ناس بنت على متعديه على املاك الدوله اصلا وعلى املاك الغير. لكن المخالف الاساسي الذي لم يستصدر ترخيص في مثل هذه المساله هو الذي سيقع عليه المخالفه. ولكن ارى ان هناك قد تطول اليد القضائيه المقيمين في الوحدات المخالفه بالمسؤوليه اللي هي النقديه، وبقول حذاري ان يتم شراء اي وحده بدون ترخيص او بناء اي وحده بدون ترخيص، ويجب التحقق من ملكيه العقار اثناء الشراء، لان ده شرط اساسي في اتمام عمليه عشان خاطر بعد كده نتفادى هذه المساله، لان احنا عندنا حاجات لا يتم التصالح عليها. الاراضي الخاضعه للاثار، الاراضي الخاضعه لاملاك الدوله، الاراضي الخاضعه للاوقاف، الاراضي الخاضعه دي، كل هذه المنظومه لا يجوز المساس بها باي حال من الاحوال، فدي مساله لازم نخلي بالنا منها. طب بالنسبه للاراضي الزراعيه لما بيقوم حد ببناء عليها حاجه مخالفه وبعدين بيتم هدمها، هل الاراضي دي بتكون صالحه بعد كده للزراعه؟ هو الجاري عملا، الجاري عملا دلوقتي ان الازاله بتتم على نفقه المخالف، لكن احنا عادة بنشوف يعني الآثار الهدم ما دارت موجودة. فأعتقد في ظل المنظومة اللي ماشية من الدولة حاليا بالقوة الحازمة والقوة الضاربة على المخالفات، سيتم التعامل مع هذه الأماكن اللي هيعاد للأرض الزراعية كصالح وداخل ليه وحدات الصرف او الري والصرف موجود هيرجع، ان ما كانش يبقى برضه هيتم الاستفادة به حسب توجيهات الدولة. طيب ارجع للسيادة اللواء خالد الشاذلي، احنا برضو عايزين نكمل رسالة الشكر طبعا والطمأنين لأهالي قنا، وطبعا أنا بسميك في محافظة قنا قائد المسيرة الشعبية، صاحب الحب الكبير في محافظة قنا، ولذلك نحن من المؤيدين من هذا البرنامج إلى ترشحك إلى برلمان 2020. خير من يمثل الصعيد اللواء خالد الشاذلي أسد الحق، تفضل. يعني أنا أشكر حضرتك على الكلام الطيب ده، بس لو اسمح لي استاذ احمد اضيف حاجه صغيره. اتفضل. في موضوع المصالحات انا عاوز احاسب الموظف اللي كان مسؤول وشايف بنفسه المبنى بيرتفع، ولازم حساب يكون شديد وعقاب شديد. ما فيش حاجه اسمها تقادم في حكم قضيه، في قضيه زي ديت الاتهام موجود قدامه ان شاء الله بعد 100 سنه. لان المشكله مش في المواطن، المواطن بنى اخطا، انا مع حضرتك اخطا المواطن احمد بيه وبنى، انما الموظف شافه وسهل له وصول مرافق. الشاب الصغير اللي بيحوش له قرشين ويشتري شقه غصب عنه اشترى ومحتاج. الحاجه المهمه جدا اللي احب انوه ليها ان معظم العمارات السكنيه المرتفعه البنيان ديت سواء في اسكندريه او القاهره او بيجيبوا شخص معين كده بيكتبوا اسم العماره بين قوسين بيسمى لفظ كحول. هو ده اللي بيشيل قضيه. صح فعلا. لا بيشيلها صاحب العماره. اللي هيشيل قضيه دلوقتي مين؟ الراجل الغلبان دوت والمواطن. لا احنا عايزين نقف هنا. موضوع الارض الزراعيه برضو انا ليا رؤيه فيه. الارض الزراعيه خلاص مش هينفع تتزرع تاني. انا اتمنى زي ما في قانون يكون في روح قانون. بمعنى الارض ديت انا قبل ما خلاص هتبنى عليها مبنى، طب انا هدي المبنى مش هستفيد حاجه، لا انا اغرم صاحب المبنى دوت اتبنى فيه 100 متر او نص ايراد او ايراد ارض زراعيه، اخد منه تكلفه استصلاح خمس ابدنه في الصحراء. يبقى انا عملت احلال وتجديد وامنع من هذه اللحظه بقى. يبقى القانون يشترك من هذه اللحظه. انما المواطن فينا، المواطن البسيط، احنا طلعنا في الشارع مع الناس بيعمل كده لان ما حدش قال له لا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما مسك الملف، وللاسف
لازم سيادته يمسك ملف بايده، وده للاسف في معاونين ليه. نرجع بقى لموضوع الانتخابات. انا الحمد لله يعني بحمد ربنا على حب الناس، واكبر دين على المواطن على البني ادم المحبه. يحبك ده دين كبير في رقبتك، ده اكيد مش هتقدر تسده مهما تفعل من خدمات، مهما تفعل من علاقات مع الناس، مش هتقدر تسد المحبه. الحمد لله يمكن احنا نزلنا وترشحنا في مجلس الشيوخ بناء على طلب الناس، ونزلنا محافظه كبيره وحققنا حوالي 16500 صوت باصوات الخارج، فرقنا حوالي 1000 وشويه عن الاعاده، ده يرضي ربنا عز وجل. تاني يوم لقينا اهالي البلد كلهم بيتكلموا موجودين. لا وشفت ناس من سوهاج، بقولك انا شفت ناس من محافظه سوهاج انتقلوا الى ليك الى محافظه خينا. ناس سوهاج جوني، بس ناس سوهاج ساعدوني في الاسوار. ناس سوهاج جوني ولفوا معايا وساعدوني، دي محبه، ودعوني يعني كان بيقولوا انا اترشح في سوهاج، وده شيء يسعدني ويشرفني. الناس يعني مش ضغط عليا، املت في ان انا اترشح مجلس النواب، وان شاء الله اترشح مجلس النواب بيهم هم، من غيرهم هم انا ما سواش حاجه خالص. انا هم اللي عملوني هم، ودي مسؤوليه كبيره جدا. ويمكن انا لما نزلت مجلس الشيوخ كنت واضع برنامج معين صغير كده في 4 نقاط سريعه، برضه هيبقى اكرر نفس هذا البرنامج. كان اول حاجه النقطه اللي هي ان انا قلت المرتب بتاع المجلس تبرع لميت اسره فقيره شهريا لمده 5 سنوات، دي حقيقه. قلت الحاجه الثانيه حتى الحصانه، انا عاوز الحصانه فقط تحت قبه البرنامج فقط، لا ما تخرجش بره القبه عشان ما نستخدم استخدام سيء. قلت يكون في حساب ربع سنوي الحساب دوت هيكون للمرشح. وكنت بقول يا احمد بيه ان الترشيح دوت عقد ما بين الناخب نعم وبين المرشح، حتى يبقى نائب. الناخب ادى اللي عليه نعم ونزل صوت. الناخب لما يبقى المرشح يبقى نائب بقى مطالب بحقوق الناس دي. لو كل واحد فينا يا احمد سعد بيه مسك الورقه بتتقرا لحظه ما اعلان نتيجته ووصوله البرلمان ايا كان برلمان ايه، وارى القسم هيعرف معنى اللي هو فيه. صح. القسم انت بتقسم بالله عز وجل ان ترعى مصالح المواطنين، هذا القسم معناه كبير جدا. لو اراه كويس كده ما حدش هيترشح. لا وفي ظاهره في فهم ما كانش هيترشح. في ظاهره عندنا طبعا في صعيد مصر عدم تواجد النائب بصفه مستمره مع اهالي دائرته. الحقيقه انت كسرت القاعده دي في الكل. لا كسر القاعده دي فعلا يعني بحري. يمكن انا تاخرت عليهم ظروف عملي، انما متواجد معاهم تليفونيا، خلاص انا مقيم في البلد الحمد لله. الاهم من ده كله لازم النائب يعرف انه هيتحاسب. سيدنا علي طالب بيقول من امن العقاب اساء الادب. صح. طب حضرتك تقدر تدينا نبذه مختصره كده عن الفرق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عشان في بعض الناس ما بتكونش ملمه بالتفاصيل. او بيقولوا ايه لازمه مجلس الشيوخ؟ هو مجلس الشيوخ حركه الماده 8 من القانون. ايوه الدستور مجلس الشيوخ حدد اختصاص، هو مجلس استشاري رأي وجوبي في 4 أو 5 حاجات. رقم واحد تعديل اكثر من ماده او اكثر في الدستور. ثانيا الدعوه للاستفتاء. ثالثا الاتفاقيات والمنح والقروض الخارجيه. رابعا القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه. خامسا الموازنه. كل دول بيطرح على مجلس الشيوخ ومناقشه القوانين المكمله للدستور، لان في بعض القوانين في عوار دستوري بتصدر مجلس الشعب. هو اعتقد كان كلمه مجلس الشيوخ ديت يعني مجلس الحكماء. مجلس الحكماء يعني ايه؟ ناس بتعرف كويس قوي وعارفه بتفلتر القانون نفسه، طلعه لمجلس النواب ورئاسه الجمهوريه. مجلس النواب بقى له وظيفتين عشان ما اقولش حضرتك، التشريع والرقابه العامه الحكومه. التشريع انا بقول اهو من هذا المكان، لو ربنا اراد يعني اي نائب بيوافق على قانون، هذا القانون يمس المواطنين، اي مواطن يتضرر من هذا القانون بدون نائب ما يعترض عليه سيحاسب امام الله عز وجل. صح. وحسابه عسير فعلا. بعض الساده النواب بيرفع ايده بس، واتحدى لو قرا القانون. لا لازم يقرا القانون مره اثنين، حتى لو ما قدرش هو وحده يعترض على القانون، والقانون بينفذ من خلال الاغلبيه، لكن هو قدام ربنا وقدام ضميره وقدام مرايته نص مرايته كده يبقى عامل الصح. اتمنى اخر حاجه بقى عشان تسال السؤال اللي بعده، حاجه في الحلم يعني عندي، انتخابات رئاسه الجمهوريه مدتين. طيب استاذن السيد اللواء خالد اللواء حسين طه مساعد مدير امن كفر الشيخ الاسبق، اتفضل يا سياده اللواء. معايا الوزير صباح الخير. اتفضل يا سياده اللواء. حسين بيه. احنا معانا السيد اللواء خالد الشاذلي، ومعانا المستشار احمد عبد المعطي. احمد ابو المعطي. احمد ابو المعطي.
احنا بنتكلم في حلقة اليوم عن الانتخابات وقانون التصالح وقانون ايجار الاماكن. اتفضل يا معالي اللواء. اهلا بيك يا زميلك. اهلا بيك يا باشا. معالي الباشا الوزير خالد بيه الشاذلي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا سيادة اللواء اخونا الفاضل. معالي المستشار احمد بيه ابو المعاطي. اهلا صباح الخير يا معالي الفاضل. صباح الخير معالي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا صباح الخير يا فندم. صباح الجمال على قناه الصحه والجمال. صباح الخير عليك. السعداء يا باشا فرصه سعيده اللي احنا عملنا مقابله ودخلنا مع معاليك يعني. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا معالي اللواء. استاذنكم بس كده بعد اذنكم الاول بس دقيقه احداث بس على جميع شهداء مصر. نعم يا باشا دقيقه احداث. اتفضل يا سياده اللواء. اتفضل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اسال الله عز وجل ان يوفق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسدد خطاه ويظله بامنه وتوفيقه لما فيه الخير للبلاد. استاذن معاليكم بس كده. معاك يا سياده اللواء. احنا معاك. طلبين للهيئه القوميه للانتخابات. تمام. الأول يتم تسجيل أسماء المرشحين المستقلين بالكشوف الانتخابية حسب الحروف الأبجدية لأسمائهم سواء كانوا مستقلين أو تبع أحزاب. يبقى فيها ظلم دي. لا ده معاليك الأول بيحطوا الأسماء اللي هي تبع الائتلاف. لا دي حاجة كده مش حسب الحروف الأبجدية. وبعد كده أسماء المستقلين بتنزل بعد كده. احنا نقول حسب الوصول للجنة حسب الأسبقية في الحضور. مش يا باشا مش اسبقيه بعد اذن معاليك هم عايزين اسبقيه. الترتيب للعداله والمساواه. نعم. الترتيب حسب الحروف الابجديه لجميع المستقلين. نعم. سواء نعم. كانوا احزاب او غير احزاب. صح. طب انا اسمي يسري ابقى اخر واحد؟ اه يا باشا ما احنا لا ما فيش ذنب انا ابويا الله يرحمه سماني غلط طب انا ذنبي ايه؟ معالي الوزير بعد اذن معاليك هيبقى فيها عادي. ما نقول حسب الطلب حسب تقديم الطلب احسن من الطلب قانونا حسب تقديم الطلب تبع الاحزاب هيبقى واحد واثنين. حسب تاريخ تقديم الطلب احسن. مع الباشا حسب تاريخ تقديم الطلب انا اذكره فيها من اسبقيه يعني. انت ما تنساش ان احنا في ظرف طارئ. احنا في ظرف طارئ. نعم. كورونا والتزاحم. نعم. كفايه التزاحم اللي موجود اللي بيعملوه في المؤتمرات واللي موجود امام مجالس المدينه لتقديم التصالح كفايه كده يعني عشان الباب ما تروحش بس مننا. لا احنا موافقين وان كان فيها برضه ظلم حسب الاسم يكون الترتيب في الكشوف حسب الحروف الابجديه، يبقى على الاقل في ماده للمساواه والعدل. لا يعني. ممكن واحد اسمه احمد مثلا يروح يقدم اخر يوم ويقول لك ده انا بلقى حرف الالف اجي في الاول، لا يعني حسب تاريخ قدام الطلب بس في قاعده يعني اوقع يا فندم القاعده قانون حسب الحضور والساعة احنا هنا حاطين قاعده يا سياده اللي هو حسب الوقت بالساعه والثانيه والدقيقه حسب اسبقيه تقديم الطلب ساعتها ان شاء الله ما تترشح في مجلس النواب هتلاقي نفسك ساعتها تروح الساعه 8 ولا 5 تلاقي القانون واحد حاجه ثانيه طيب المقترح الثاني يا سياده اللواء المقترح الثاني معالي الباشا الثاني بعد اذن معالي المقترح الثاني معالي الباشا معالي الباشا بعد اذن سعادتك ارجو برضو من رئيس الهيئه الموقره الهيئه القوميه الهيئه الوطنيه للانتخابات بدل قراره بتحويل 52 مليون مصري للنيابه العامه للعزوف عن الاضلاع باصواتهم ان يتم فحص عدم قيام المصريين بادلاء باصواتهم عدم قيام المصريين بادلاء باصواتهم. معالي الباشا بعدين سعادتك احنا في انتخابات الشورى اللي فاتت دي عدد الناخبين بمصر حوالي 63 مليون ناخب. نسبه التصويت 14% يعني ما تم الادلاء باصواتهم 8 مليون. لعلمك نسبه كويسه لو عملت حضرتك دراسه للانتخابات هتلاقي اعلى نسبه تصويت في النواب بعدها في رئاسه الجمهوريه بعدها في الاستفتاء بعدها في التعديلات الدستوريه. التعديلات الدستوريه والشيوخ بيتساووا مع بعض هتلاقي نسبه كويسه ان اخر تعديلات دستوريه كانت 12% او 13% فنسبه حقيقيه واقعيه. يعني معالي الرئيس معالي الوزير بعدين سعادتك لو رجعنا لانتخابات الرئاسه في 2018 كان عدد نسبه التصويت في مصر كانت 41.5%. شوف التعديلات الدستوريه تلاقيها كده يا احمد يا حسين بيه. معالي الباشا انا مراجعها امبارح بعد اذن معاليك. التعديلات الدستوريه غير الرئاسه. انتخابات الرئاسه في 2014
كانت 47% نسبه الحضور و13. ارجع للشورى، ارجع للشورى قبل 2011 هتلاقي نفس النسبه برضه. معالي الباشا، معالي الباشا، انا بضم صوتي لحضرتك في المقترح الثاني واراه يعني مقترح عادل، ونرفع هذا الطلب الى السيد يعني رئيس الهيئه الوطنيه، رئيس الهيئه الوطنيه، لان كمان يعفي يعفي، لان عشان خاطر برضه المنظومه، لان مساله يعني حريه ومساله يعني اعتقاد، يبقى دي هتبقى مش هتكلم في دي. طيب طيب يا سياده اللواء، يا سياده اللواء حسين. نعم يا باشا. طبعا نظرا لضيق وقت طبعا الحلقه، طبعا احنا بنضم صوتنا لصوتك في المقترح الثاني. نعم. وليس المقترح الاول، المقترح الاول فيه جدل طبعا. اشكر طبعا السيد اللواء حسين طه مساعد مدير امن كفر الشيخ الاسبق، شكرا معالي اللواء. نرجع تاني لمعالي المستشار. ازاي حضرتك شايف ان نوعي الناس انها تذهب للانتخابات؟ ده انا كنت عاوز اقول لها حاجه ثانيه في حته الانتخابات ديت. شوفي مدى اقتناع الناخب، مدى اقتناع الناخب بالشيء اللي بيؤدى، هو ده اللي بيخلي دي اهم حاجه طبعا. لازم ان هو مدى اقتناع الناخب القناعه في العمل والقناعه في الشخص، فهذا هذا بيبقى دايما مؤشر. وبعدين المسائل احنا عندنا في مصر المسائل القبليه في الصعيد، وعندنا مسائل عائلات في بحري، وعندنا دي برضو بيؤثر تاثير جامد. وغياب برضو تهميش دور الاحزاب الوطنيه او الاحزاب السياسيه، لان الاداء بتاعهم بسيط في العمل شويه. صح احنا بنسمع اسماء، لكن عمل على الارض ما احنا شايفين قد كده. هذا يعني دي كلها سلبيات في داخل المنظومه الانتخابيه بتؤثر على ان الناخب يتحرك داخل ويروح لصندوق الاقتراع. لكن في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها ما كملتهاش فيما يخص التصالح. التصالح ليه بالذات المشرع في القوانين الجديده 17 2019 او سنه 2020 ليه بالذات قال 2008؟ 2008 القانون البناء الموحد 119 سنه 2008 سار سريانه من سنه 2008، وبالتالي اصبحت النهارده هذا القانون بيقول والله اللي يبني وحده لازم يبقى معاه ترخيص، اللي معهوش ترخيص انا جا. فقال لي معاه ترخيص هو معفي، اللي معهوش ترخيص بيرتد عليه بمثل هذا الاجراء. لكن في سعر الارض في بقى يعني في التماس انا ارفعه يعني للساده المسؤولين فيما يخص تقدير سعر ممكن المتر تأديها بالإسم. فيما يخص تقدير سعر المتر الباني سنه 2008 اللي هيطبق 2009 خلاف الباني في 2016 خلاف 2019 في سعر المتر. لما اقول سعر متر موحد في مثل هذا المنظومه قبل لا ما يبقى فيه في مظلوم، لان هو قال في الريف 300 و150 وهنا 600 800 جنيه. لا حسب السن بقى، ترجعني بقى حسب السنوات علشان خاطر يبقى فيه برضه نوع من العداله ونوع من التنظيم فيما يخص اعمال القاعده القانونيه صح يعني. طب الناس اللي بيكون عليها غرامه عشان البناء المخالف هل ممكن ان هم يؤدوها بالقسط؟ طبعا نظرا لظروف الظروف الحاليه والكلام ده، هل في ناس تقدر انها تأدي غرامه زي دي بالقسط ولا لازم يؤدوها دفعه واحده بما انهم قد خالفوا؟ معليكي هو القانون واضح في مثل هذا الاجراء، هم طلب التصالح بيقدم والطلب الثاني عشان خاطر يتقدم للمحكمه نموذج 3 ونموذج 5 ونموذج 8. لكن في حاجه، اللي سدد غرامه هتخصم من اجمالي قيمه المخالفه. يعني وهي بتسدد على اربع اقساط، بيدفع جديه 25% وكل سنه 25% على مدار اربع سنوات. اللي تم سداد الغرامه اللي سددت على المخالفه الواحده بتخصم من مخالفه الدور او مخالفه الوحده اللي تم مخالفه في الاقساط اللي جايه مش الاقساط دي. واذا رفض الطلب لان مثلا طلعت ارض اثار، لا ارض اوقاف، لا طلعت ارض لا يجوز البناء على املاك دوله، لا بيرد المقدم اللي دفع المقدم الجديه ويتم السير في الازاله او التصالح حسب ما الجهه بقى الخاصه تصطلح مع صاحب الشركه. طيب انا عايز استاذن ضيوف الكرام طبعا قبل ما اطلع فاصل، عايز اتكلم بعد الفاصل عن اهم المبادئ القضائيه لمحكمه النقط في سنه 2019، ايضا تنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر في ظل القانون الجديد لقانون ايجار الاماكن الجديد، رؤيه اللواء خالد الشاذلي في مجلس نواب 2020. فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا دائما برنامج الراي الاخر واسره برنامج الراي الاخر يسعون دائما الى منح وتكريم شهادات تقدير إلى كبار رجال الدولة وإلى القيادات المؤثرة في المجتمع المصري وخاصة المجتمع الصعيدي. يسر أسرة برنامج الرأي الآخر بالتلفزيون بمنح هذه الشهادة إلى السيد اللواء خالد قاسم الشاذلي مدير مباحث السواج الأسبق وعضو لجنة المصالحات العليا بالأزهر الشريف،
على ما قدمتموه من مصالحات في الخصومات السعريه بصعيد مصر. اتفضل يا سياده اللواء. يا فندم انا شايف كتير جدا. اتفضل. ابدا بالسياده اللواء برضه رؤيه حضرتك اللي انا اتكلمت عنها قبل الفاصل في خصوص بخصوص خضوع الانتخابات نواب 2020 لدخولك انتخابات نواب 2020. ان شاء الله الانتخابات تبقى انتخابات مختلفه عن الانتخابات السابقه. واعتقد في اخذنا دروس من انتخابات مجلس الشيوخ. انما انا بس تسمحني في ثانيه ثانيتين كده اعقب على كلام اللي بتاعت 54 مليون ديت. زي ما قلت نسبه كويسه جدا نسبه التصويت. ده ما حدش هيتحول النيابه للمحكمه عشان الناس تبقى فاهمه. مش هتحول. ده امر جنائي باشا استاذنا في القضاء في المحاماه. امر جنائي من النيابه العامه بتصدره لما يتم رصد جميع الاسماء. واعتقد دي قدامها مده كبيره جدا اذا تمت. والامر الجنائي دوت المواطن اللي عنده عذر من اعذار مش هيدفع حاجه. وال500 جنيه ديت اعلى نسبه في الغرامه اقصى بتبدا من 10 جنيه لغايه 500. ودي النيابه العامه هي صاحبه القرار فيها لا غير. عشان ما يبقاش في بعض الكلام لان في البعض للاسف استغل هذا الموضوع استغلال سيء. انما احنا نتمنى ان الجميع ينزل ينتخب. ان الصوت زي ما قالوا كده الصوت ده صوت امانه. وزي ما بقول كده برضو انا انك تقعد انت في بيتك ما تنزلش تدي الصوت اللي يستحق انت اثم. يعني زي ما بقول كده الساكت على حق الشيطان اخرس. لما تلاقي الف يستحق وانت ما نزلتش به اللي مش هيستحق هينزلوا ناس معينين هم اللي هينجحوه. فانت بتمنع خير على الناس جايه. دي النقطه اللي هم اللي عندي عايز اقولها بالنسبه ان شاء الله انتخابات 2020. طيب بس استاذنك سياده اللواء قبل ما تخش في انتخابات 2020 اخذ مداخله تليفونيه. الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الاسبق استاذ فلسفه القانون. اتفضل يا معالي الدكتور. كل سنه وانتم طيبين. تحياتي ليك ولسياده اللواء يعني والساده المشاهدين. الاول يا دكتور هشام احنا طبعا بنهنيك طبعا لدخولك طبعا للاعاده في محافظه اسيوط على مقعد الفردي مستقل. الله يكرمك الله يكرمك. الف شكر ليك والله. احنا يا دكتور هشام بنتكلم طبعا عن الانتخابات وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات البرلمانيه القادمه. ويمكن سمعت لو حضرتك على التليفون طبعا تعليق سياده اللواء خالد طبعا على حاله ال 52 مليون مواطن مصري للنيابه وغرامتهم 500 جنيه. تعليقك يا دكتور هشام. لا هو طبعا زي ما ذكر سعاده اللواء ده نص قانوني تمام. ده ما فيش فيه اي تاويل يعني. بس هو بيبقى ساعات فيه صعوبه في التطبيق ان احنا نعمل حاصل لكل هذه الاسماء. ثم ان ده فعليا بيبقى الحد الاقصى اللي هو ال 500 جنيه مع وجود ظرف زي ظرف او عذر زي حاله كورونا. فاي حد يقول والله انا مشتبه في حاله كورونا فممكن لا يطبق علي على يبقى عذر من ضمن الاعذار. بيدفع بدافع اصلي قصدك. دافع اصلي يا فندم. ايه؟ دافع اصلي امام المحكمه. بالظبط كده تمام. ده عذر. ايه عذر ممكن يبقى مقبول وبالذات في الوقت اللي احنا موجودين فيه. لكن خلينا الاهم من كده. الاهم من كده هو حث المواطنين على المشاركه الايجابيه لان احنا طبعا يعني ما كانش حد متوقع ان تقدر تعمل انتخابات مجلس الشيوخ. لكن الاراده القويه طبعا للقياده السياسيه حثت المواطنين على ان فعليا احنا ممكن نستطيع بالتدابير الاحترازيه زي ما العالم كله لازم يشتغل. اصل الدنيا مستحيله تقف يعني. فيمكن الجوله الاولى من انتخابات مجلس الشيوخ حتى لو كانت نسبه التصويت فيها قليله مع الوضع العالمي اللي احنا موجودين فيه لكن انا كمرشح في محافظه اسيوط لا يعني لحد ما يعني راضي بهذه النسبه. لكن اطمع ان تكون في مشاركه اكثر من كده لان المشاركه الاكثر من كده هي اللي بتحجز لك المكان الصح ليك انت كمرشح وليك كناخب. يعني انا النهارده فعليا لما تطلع فئه المثقفين وفئه الشباب ونبعد عن باقي الطرق اللي بتستخدمها بعض الاشخاص في الانتخابات. هو بيستخدموا الطرق دي ليه؟ بيستخدموا الطرق عشان يعزوف الباقي. لكن لو حضرتك هذه الفئات اللي هي النوعيه الباقيه لو هي ما عندهاش عندها مشاركه ايجابيه ما عندهاش عزوف عمر ما باقي السماسره هيشتغلوا يعني. ولذلك دي حاجه مهمه جدا احنا بناكد عليها تمام ان الخروج في الانتخابات تمام طالما باجراءاته الاحترازيه ده واجب قومي. ده واجب قومي حتى لو قلنا والله ان في عقوبه قانونيه ما يبقاش العقوبه برضه لان ما يبقاش العقوبه هو الرادع يعني. لان لو العقوبه هي الرادع انا هعرف اطلع من العقوبه باي بند. انا كراجل قانوني يعني الموضوع بالنسبه لي مش ما فيش المشكله الكبرى يعني.
ان شاء الله رب العالمين يعني في الجوله الثانيه جوله الاعاده هيكون الموضوع انا من وجهه نظري انه يكون افضل من المرحله الاولى، لان برضو الناس كانت خايفه من الظرف اللي هو ظرف كورونا، وكانت مش متوقعه الانتفاضه تطلع ازاي، يعني احنا نقف ازاي طابور، هندخل ازاي نصوت، الكلام ده كله ده برضو الى حد ما المواطن شافه. كنت انا كاتب مقال زمان اسمه المسؤول عدو ما يجهل، المواطن برضه عدو ما يجهل. على ما اظن يمكن المرحله الثانيه، يعني انا عكس الناس كلها بتقول ان المرحله الثانيه دايما هيبقى التصويت فيها اقل، لكن انا اعتقادي ان المرحله الثانيه بالنسبه للمرحله الاولى وعدد المرشحين لا ان شاء الله التصويت هيبقى فيها كويس. احنا بنستعد بقى لمرحله ثانيه اللي هي مرحله مجلس النواب، وده خلاص طبعا صدر قانون تقسيم الدوائر، ولذلك المشاركه او حث الناس على المشاركه حتى من الناس التي تنتوي الترشيح في مجلس النواب دي حاجه ايجابيه، حاجه هتنفعهم في مجلس الشيوخ. وما يتقالش والله ان انا هطلب من المواطن الخروج مرتين، لا، انت المواطن طالما عنده استعداد للمشاركه هيخرج حتى لو 5 مرات، لان هو في الاول وفي الاخر بيبني مؤسسات مستمره معاه، مش مؤسسات وقتيه، مش مؤسسات بتقعد يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، انت المؤسسه دي 5 سنين ودي 5 سنين. فاختيارك الصحيح من دلوقتي يعني لا عايز اوصلها هيريحك ال5 سنين اللي جايين يعني. طيب اشكر الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الاسبق استاذ فلسفه القانون، شكرا يا دكتور. الله يكرمك، الف شكر ليكم، الف شكر. شكرا يا فندم. طب السنه دي اول سنه من 2005 يكون في مجلس محليات للشباب، مين بيكون من حقه ان هو يرشح نفسه؟ لسه القانون حتى الان لم يصدر، قانون المحليات. طب ايه وظائف مجلس النواب؟ حضرتك لسه القانون حتى الان موضع بحث ودراسه في مجلس النواب ولسه لم يصدر. وانا اعتقد ان سبب مشاكل كتير جدا من القرى والمراكز والمجالس المحليه في القرى ان اختفاء المحليات. لان عضو مجلس محلي المركز او القريه او المحافظه ده بيؤدي الدور مطلوب مجلس النواب المحلي. دي حقيقة. بقى مجلس عضو مجلس النواب دلوقتي معظمهم دوره ايه بقى؟ يتواجد داخل القريه، يعزي، يحضر فرح، يروح مع الواحد المركز. لكن دي حاجات المفروض تحت مجلس المحليات اكتر. عضو مجلس النواب مطالب بيه دوت، بس مطالب بيه اكتر ان هو يكون مسؤول عن التشريع والرقابه على اعمال الحكومه. لا، عضو مجلس محلي المحافظه او المحلي القروي من حقه ان هو يعمل استجواب او سحب الثقه هو المحافظ. القانون حاليا اللي كان بيدرس في لجنه الاداره المحليه مجلس النواب كان قانون قوي جدا، وانا فاكر اني شاركت في احد الجلسات فيه في مناقشته عن طريق الدكتور احمد سجين رئيس اللجنه، راجل محترم، قانون قوي جدا، ولو نزل هنحس فعلا ان احنا وصلنا لمرحله ديمقراطيه كبيره جدا، وهيبقى الراجل المسؤول المحلي من سيد المحافظ حتى اصغر وعضو في مجلس المدينه او القريه مسؤول من المواطن. المواطن هيساله والمجلس هيساله. فده قانون مهم جدا انه هينهض بمصر في القوانين كلها. عاوز تسالني على مجلس النواب 2020 ولا خلاص؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. بس بعد كده عايزين معالم الشرعي يعقب على الحاجات اللي اتفضل. ابدا خلينا في المسائل القانونيه. خلينا بعيد. طيب انا هبدا في عجاله سريعه بس عشان سياده اللواء يعقب على الجمله اللي قالها. اهم طبعا التشريعات اللي صدرت من محكمه النقض، تنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر، كيفيه تنفيذ الاحكام الجنائيه بالطرق والتشريعات الحديثه. في عجاله سريعه. في عجاله سريعه اقدر اقول لك ان محكمه النقض احنا باعتبار احنا بنتكلم بقى قانون، فاحنا يعني واسعد بيه راجل قانون، احنا بنقول ان محكمه النقض اصدرت احكام، انما التشريعات هنقف عند الكلمه. ف في احكام المحكمه، في مبادئ لمحكمه النقد مستقره عليها، وفي احكام. انا رب شاهد انا ما اعرفش انت هتسال السؤال ده، انا مش لكن هو لجل القدر السنه دي محكمه النقد صدرت في الموسم القضائي المنصرم ده حكم نقد جديد فيما يخص صلاه الامانه. انا اقول لك رب شاهد انا ما اعرفش انت هتسال، بس انت سالت السؤال. هذا الحكم كان حتى نشر في اليوم السابع عدد 10/5 الفاد، وبيقول ان ايصال الامانه على بياض لا يعد دليلا كافيا لاثبات المديونيه ما لم يعزز بدليل اخر. وقدر الله سبحانه وتعالى وشاء ان يكون هذا الحكم صادر من مكتبنا الحمد لله، لصالح مكتبنا الحمد لله. تمام. في عن وقع عندنا في المنصوره. الحاجه اللي انا عايز اقولها وضميري لازم يقولها في كل حلقه من حلقات حتى لو جيت الفيديو هو قانون ايجار الاماكن. طيب قبل ما تخش في قانون ايجار الاماكن، استاذ الضيوف الكرام اللي هو خالد الشاذلي برضه، الدكتور احمد رضوان مساعد رئيس حزب حماه وطن والمرشح وزير الصناعه الاسبق في حكومه الدكتور مصطفى مدبولي، اتفضل معانا الدكتور. في مشكله، انقطع الاتصال.
طب معايا الدكتور احمد رضوان ولا لسه؟ طيب نحاول اتصال بالدكتور احمد رضوان مره اخرى، نرجع تاني مع المستشار. بقول فيما يخص قانون ايجار الاماكن، فيما يخص قانون ايجار الاماكن، انا الاوان، انا الاوان ان تتحرك الدوله نحو محو اثار قانون ايجار الاماكن باي حال من الاحوال. المحكمه الدستوريه عملت اللي عليها فيما يخص الاشخاص الاعتباريه، ولسه الباقي. انت النهارده الايجار مفتوح، مفتوح، لكن الاجره موقوفه. طيب يبقى لازم الايجار تتحرك. اسف تاني مع المستشار الدكتور احمد رضوان. اتفضل يا دكتور احمد رضوان. الو، اتفضل يا دكتور. صباح الخير، ازيك؟ صباح النور، ازيك يا فندم؟ احنا معانا طبعا من الضيوف السيد اللواء خالد الشاذلي، خاض طبعا انتخابات مجلس الشيوخ في محافظه قنا، ومعانا المستشار محمد احمد عبد المعطي ابو المعطي، المحامي بالنقد والاداريه الدستوريه العليا. عايز بس اعرف بس رؤيه الحزب، حزب حماه الوطن في خوض جوله الاعاده في انتخابات مجلس الشيوخ. والله احنا عندنا 2 مرشحين في الصعيد نازلين على دوره الاعاده، على جوله الاعاده في مجلس الشيوخ. شايفين ان في عدد لا باس فيه حصل فيه اعاده، وده معناه ان كافه الميدان شبه متساويه. صحيح كان في بعض الخروج او بعض الحاجات اللي لنا عليها تعليق في الانتخابات اللي فاتت، نرجو ان هي ما تكونش موجوده في جوله الاعاده، ويكون الفرص متساويه لكل الاحزاب، ويكون نصيبنا كويس باذن الله ومرشحينا. طيب أشكر الدكتور أحمد رضوان مساعد رئيس حزب حماة وطن ومرشح وزير الصناعة الأسبق في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. أعود في عجالة سريعة إلى سيادة اللواء خالد الشاذلي. نعم. رؤيتك للانتخابات 2020 في عجالة سريعة، أهم الرسائل وأهم النقاط الأخيرة. قبل ما أنسى بس عايز نوجه الشكر للحكومة. تمام. انتخابات الشيوخ كان فيها 18,000 قاضي، 120,000 موظف، 9 مليون مواطن نزلوا صوتوا، لم تظهر حالة كورونا واحدة. ده حقيقي. الحمد لله. لازم نشيد بيهم. كان الترتيب الأمني موجود على أعلى مستوى، الترتيب الصحي موجود على أعلى مستوى. مراقب صحي بكل لجنة، دي جديدة برضه. كنا نخش اللجنة نلاقي فيه كمامات لكل المواطنين. لازم زي ما ننقد ندي حق الناس. يعني كيف كانت الإجراءات للمحافظة على صحة المواطنين من فيروس كورونا في الانتخابات؟ يعني كانت إجراءات ممتازة جدا. كانت على مستوى المسؤولية. كان في موجود مراقب صحي، مراقب صحي داخل كل لجنه، في كمامات للمواطن، مش كمان يخش بكمامه. يعني لازم نشيد زي ما ننقد، لا نشيد بالحق برضه طبعا، ودي حاجه مهمه جدا، ومحدش يتوقع ان كان يحصل كده في الانتخابات. فالحقيقه دي برضه نشيد بيها. كون بعض انا دخلت انتخابات لون موفق، الفرق 1200 صوت، 200 صوت كان ممكن يخش اعاده، انما ما كانش في اي حاجه غير قانونيه. صح، لازم اعترف بكده. اللي عاوز، طب انا اخذت 16,500 صوت منين؟ لو في فعلا كلام ان الحكومه ضد المرشحين المستقلين ما كناش اخذنا. لا لا، دي كلمه حق تقال. لو حتى في بعض الساده المرشحين اللي كانوا بينتموا الاحزاب ويسمى الائتلاف، اللي كان زي السيد اللي هو حسين واخدين 1 و2 و3، ما تاثروش. ليه؟ لان الدليل على كده ان في محافظات في الوجه البحري نجحت الفردي من اول مره، وفي محافظات الصعيد دخلت الاعاده. معنى كده كان في ديمقراطيه، في حريه، ما فيش اي حد. حتى لو كان في توجيه كان بيوجهوا الناس للخروج والحشد، لكن ما حدش قال لك ادي خالد او ما تديش اسعد بيه. دي الواحد لازم يشهد بكده كلمه حق. وفي الاعاده ان شاء الله هتبقى كده، ومجلس النواب هيبقى في اكتر من كده. احنا كل مطلوب الناس تنزل، بس زي ما قالت الاستاذه بسام، زي احمد بيه ما قال كده، الناس تنزل وتدي صوتها. لازم يبقى في توعيه للناس عشان توعية. تنزل، واللي بيتاخر هو اللي بيتضرر. طيب 2020 ان شاء الله انتخابات قادمه، وزي ما كان لنا برنامج في الشيوخ هيكون برنامج النواب، وان شاء الله يوم 10 يناير 2021 هنحتفل سويا، واعزم حضرتك على الغداء في مجلس النواب ان شاء الله. طيب انا في نهايه الحلقه اضم صوتي طبعا لصوت معالي السيد اللواء خالد الشاذلي والمعالي المستشار احمد عبد المعطي، احمد ابو المعطي والاعلاميه بسنت السيد. كلنا لابد ان احنا نشارك في الانتخابات البرلمانيه القادمه وفي الاعاده في مجلس الشيوخ. شكرا، والى لقاء اخر في حلقه جديده من برنامجكم الراي الاخر، واشكر الساده الضيوف. سلام الله عليكم. وعليكم السلام.